الحدث مع أحمد لقمابي. فتح لبرهة، سمح بشحنة، فأقفل لتنفيذ شروط ضمنها الجيش في بيان. يقال أن الفتح الأول كان لإثبات حسن النية، فتلقفتها على عكس معانيها الحقيقية معسكر الشر وذباب الإخوان. يقول سفهاؤهم أن الأتراك سيدخلون سرت والجفرة ومنها إلى الموانئ والحقول النفطية متجاوزين الخطوط الحمراء المصرية. رد الجيش بقفل النفط متحديا العدو التركي، مطالبا بالتحقيق في القنوات التي ذهبت إليها أموال النفط طيلة السنوات الماضية، بينما حرم منها المواطن الليبي في كل مكان. الجيش اشترط أيضا أن يتم فتح حساب خارجي في إحدى الدول لإيداع إيرادات النفط، وألا تعود إيراداته لحسابات المؤسسة ومنها إلى المركزي بطرابلس، لتعود دورة حياة الذبابة الإخوانية تأكل أموال الليبيين بالباطل وتغرق الشعب في مستنقع الإفلاس والأحزان. يقول الإخوانجي مصطفى صنعلا بعد وصلة من الكذب والافتراءات على المؤسسة العسكرية متحديا إجراءات حسن النية، يقول أن النفط سيعود ويصرف بذات الآلية، لن يكون هناك شيء اسمه العدالة في توزيع الإيرادات متجاوزا تخصصه ومستفزا للإرادة الشعبية. لازال ذيل الإخوان معوجا، وهناك من يرى أن هناك فرصة سانحة لاستقامة الذنب دون الحاجة إلى قطعه، بينما يؤكد الشعب أن الشرط الأول يجب أن يكون تطهير مؤسسة النفط من المهندس المتطرف، ودونها ستكون عملية إعادة ضخ النفط أو الاستفادة من عوائده مستحيلة. لهذا السبب احنا بدينا اول لقاء مع رجال الاعمال وبعض الاعلاميين. امس كنا مع القطاع المصرفي كله ومراجعين خارجيين، اليوم مع حضراتكم. لابد من حشد الجهود يا جماعه، راهو نتكلم على وضع اقتصادي ومالي سيء للغايه، تجاوزنا فيه الخطوط الحمراء. يا جماعه رانا ونقول لكم نرفع في الرايه الحمراء. قلق فلات النفط لها اثار وخيمه جدا على الاقتصاد الوطني، وهذه مشكله كبيره يعني. فنحن نتمنى بان انا ما بيش نخش لما ليش سكروا كيف سكروا كذا، المهم ينفتح هذينا. عندك في الناس تشعب بالغضب، تشعب بعدم الرضا. نعم، نحن اول وحدين موسط النفط عبرنا صراحه، وقاعد في موقع الموسط النفط بالعربي وبالانجليزي، وفي فيديوهات ممكن ترجعون. انا في 26 يوليو 2016 تحديدا فقعدت 10 في الساعه 10 بالصبح، وممكن ترجعوا له، ممكن تخلي الجماعه في الاعلام يطلعوه، لكن مطلعوه. انا قلت المؤسسه النفط تبي الفلوس وين يعدل؟ نبغى لها فلوس وين يعدل؟ لان احنا يعني لن نتوقف عن المطالبه الجهات المختصه في الدوله الليبيه خاصه الماليه والمصرف المركزي عن الافصاح فلوس هذين وين يعدل؟ نبغى نعرف ان احنا حتى مؤسسه، انا ليبي مش اسم مؤسسه، انا ليبي نبي لها فلوس وين يعدل؟ فهمونا، ريحوا الناس يعني، ما تخليش الناس قاعدين لا كانها صار. ليش هيك؟ ليش الفلوس وين يمشي؟ الناس بتعرف، الناس شاعره بالظلم، شاعره بالغبن، لان ما فيش انجازات اندارت، ما فيش حاجه اندارت على الارض للاسف الشديد خلال السنوات الماضيه، ثلاث تسع سنوات الاخيره، يعني ما فيش بلوك انبنت ولا اندارت ولا اي حاجه اندارت حاجه كويسه، بنوا مستشفى، حلوا مستشفى، حلوا جامعه جديده، داروا طريق جديده، ما في شيء اندار، الناس تشعر بالغضب. لما كنت شفت 60 اول حاجه لما تجي تحاسب مثلا الناس مهربين اما كيف تخش، كان السفن في ليبيا كيف يخش في البحر هو عن طريق شنو؟ كانت تخش عن طريق المؤسسه استاذ احمد، يقول نشهد فيه اسلام وانت وطائف وانت نمشي نسمع، لما نجوا نحرق ونلقوا في المؤسسه هو الموضوع هو سفينه تخش بحر ليبيا تخش الشحنه استاذ احمد، لما تفرغ الشحنه في المدفع ولا في ميناء طرابلس ولا في سويسينا ولا غيرها وين تمشي بعدها؟ زواره صح ولا مش صح؟ تمشي كانت بتبرز لاثنين خاشين احمر، خاشين من طريق المؤسسه، وهذا عند نبي دليل وعند الوظائف وعند كل شيء.
نحن حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية. بداية نتقدم بالشكر والتقدير للقائد العام لتعامله معنا أثناء التجمهر لإقفال النفط وإصدار تعليماته بحماية المنشآت النفطية والحفاظ على أرواح المواطنين والوقوف بجانب الشعب. وفي ظل الظروف التي تمر بها بلادنا من مؤامرات من بعض الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها تركيا الطامعة في الاستيلاء على أموال وثروات الشعب الليبي، نفوض القيادة العامة تفويضا مطلقا للتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي بإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميليشيات الإرهابية. وبإرادتنا فتحنا النفط وسنقوم بإقفاله إذا استخدم النفط مجددا في قتلنا وتجويعنا. أولا، فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية. ثانيا، وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة، وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه، وهو صاحب الحق في ثروات بلاده. ثالثا، ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الاستفادة منها، ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها. وتؤكد القيادة العامة أنها ملتزمة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب، والتي بدون تحقيقها لن يكون بالإمكان إعادة الفتح. وشركائنا الدوليين والإقليميين يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد. كما تشير القيادة العامة أنه وفي إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة، والتي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق، وخشية على الصالح العام من قواتكم المسلحة وحتى لا تتأثر المنشآت بطول التخزين، فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولا وأخيرا، على أن يستمر إغلاق المواني والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها. والقيادة العامة ملتزمة بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك، مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن بهذا الصدد، حريصة على تلبية تطلعات الشعب منفذة لأوامره دون سواه. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، هنا في الاستوديو أرحب بالخبير الاقتصادي الأستاذ إدريس الشريف. أرحب أيضا بأستاذ الاقتصاد الكلي بجامعة بنغازي دكتور عطية الفيتوري. كما أرحب بالخبير المالي الدكتور محسن إدريجة. أبدأ بداية مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ إدريس الشريف. أستاذ إدريس، بداية، ما الذي يحدث حسب معلوماتك في ملف النفط؟ مصطفى صلع الله أعلن رفع القوة القاهرة تصدير أول شحنة نفطية، بعدها يصدر الجيش بيان ويعلن فيه استمرار الإقفال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحب بك وبضيوفك وبمشاهديك. في الحقيقة احنا من خلال يعني تبحت الموضوع من خلال الإعلام، يعني من البيانات التي تواردت خلال الفترة الماضية. كما تعلم أن حدث إقفال ووقف تصدير النفط في 18 من شهر يناير الماضي، وكان بعد أسباب في تلك الفترة، وطلبنا وطلب الكثير على أساس أن تعلن شروط من ذلك التاريخ
شروط واضحة ومحددة وشروط متوافقة مع القانون لكي تكون الكرة في ملعب الطرف الآخر. قفل النفط طبعا جاء بعد أسباب للناس اللي أقفلت في استخدام إيرادات النفط طيلة السنوات الماضية، يعني منذ الانقسام السياسي اللي حصل منذ عملية فجر ليبيا والسيطرة على العاصمة من قبل جماعات مسلحة، من ذلك التاريخ حرمت مناطق كاملة من الوطن، من ضمنها منطقة برقة وجزء من المناطق الجنوبية والمناطق التي تحت إدارة الحكومة المؤقتة، حرمت من 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 مصدر الدخل الرئيسي في البلد. وصل الأمر إلى أنها لم تستطع، يعني لم تتمكن من الحصول حتى على المرتبات. ما ألجأ الحكومة إلى الاقتراض طيلة السنوات الماضية، ناهيك عن عدم الحصول على العملة الأجنبية اللازمة للعلاج لشراء المستلزمات. فبذلت محاولات طيلة 5 سنوات، محاولات كثيفة وبحضور مؤسسات دولية لكي يعني الإفراج على يعني فك الحصار الاقتصادي. صاحب ذلك طبعا قطع للمنظومة المصرفية، منظومة المقاصة عن المنطقة الشرقية بالكامل، صاحب ذلك إيقاف السيولة المصرفية. طبعا اضطر الأمر أن تتخذ إجراءات استثنائية، هذه الإجراءات الاستثنائية اللي هي منها الاقتراض من المصارف التجارية الموجودة في المنطقة الشرقية لسداد المرتبات التي أوقفت، والاضطرار إلى طباعة العملة وهي بإجراءات قانونية لسد العجز في السيولة. طبعا كان النفط يتدفق وكان يذهب، وكنا نشاهد ونرى كيفية استخدامه. كانت تقارير ديوان المحاسبة، تقارير الأمم المتحدة تشير إلى استخدام سيء وهدر وتلاعب يعني بهذا المورد بطريقة يعني لا منطقية. يعني حتى أن السكان المناطق الغربية والجنوبية للأسف هم يعلمون أنهم لم يتحصلوا على الخدمات الأساسية نتيجة هذا الاستخدام غير الصحيح. يعني على سبيل المثال، يعني أنت تعرف أن وصل الأمر إلى 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 استخدام أموال النفط غير تمويل الميليشيات وغير ذلك إلى استخدامها في التهريب في لكن في أنت أستاذ ريس تتحدث عن الأسباب التي دعت القبائل لإقفال النفط، لكن الآن كان حديث عن ربما اتفاق، عن فتح حساب خارجي، عن حلحلة في هذه الأزمة، بعدها عدنا إلى المربع الأول. هذه ليست المرة الأولى في الـ لما أقفل الجدران النفط في تلك الفترة، وكانت يعني كانوا يعني كلهم ضد هذا الإقفال، وكان يعني أدى ضرر وخسائر. بعد ذلك في شهر 9/2016 حرر الجيش النفط وسلم للمؤسسة النفط، ولم يتم الاستفادة من هذه الإيرادات، حتى الجيش اللي يحرس في اللي حرر هذه المواني ولا لم يتحصل حتى على مرتباته. مرة ثانية لما تم الاحتلال حرر الجيش من جديد، وكادت توضع شروط لفتحها، وبعدين سلم لمؤسسة النفط. يعني الإجراء الأخير كويس لم يكن الأول، يعني أنت جاء بعد 5 سنوات من الحصار ومن يعني إلى 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 هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة مصرف ليبيا المركزي طرابلس متبع سياسة الحصار المالي والاقتصادي على منطقة برقة والمنطقة الشرقية، المنظومة المصرفية مقطوعة حتى هذه اللحظة. فلما حصل في 18 يناير اللي فات إقفال النفط، بالرغم من أن زي ما قلت لك أن إقفال النفط يعني أي اقتصادي يرى أن هذا فعلا يسبب خسائر، في خسائر فنية، في خسائر مالية، خسائر اقتصادية، يعني ما كانش حد يحبذ، ما كانش حد يحبذ هذا، وكان نعتقد أنك يعني ضع شروط وخلي العالم الخارجي يقف معك، لكن يعني ما هو الحل يعني في 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 لمعالجة هذه الأزمة؟ صار هذا الإقفال، وزي ما قلت لك أن نتمنى أن توضع شروط وتعلن
ثم الى ان بعد قليل سوف نناقش. هناك نعم. بيان صادر عن الجيش وهناك شروط اعلنت لفتح او اعاده التصدير مجددا، لكن الى اي مدى الطرف الاخر هو قادر على تلبيه هذه الاشتراطات ام لا؟ لكن اسمح لي ان انتقل ليجدد الترحيب بدكتور عطيه الفيتوري. دكتور، كيف تتابع هذا الملف؟ يبدو ان الجهود الراميه لاعاده فتح تصدير النفط مجددا لم تكلل حتى الان بالنجاح. اهلا بك واهلا بضيوفك الكرام والمشاهدين. حقيقه يعني الموضوع لا يزال في نظري انا فيه نوع من الغموض، يعني ما عندنا في كثير من الاشياء اللي هي لا زالت غائبه علينا، ونحن نتابع طبعا الاعلام ونتابع بعض الاشياء اللي ربما نستقي منها بعض المعلومات. وكما قال الاستاذ ادريس طبعا ما نبيش يعني نتطلع الى اسباب اغفار النفط والمشاكل اللي يتعرض لها المواطنين في المنطقه الشرقيه وغيرها، ولكن الاشياء اللي يعني سمعنا نحن طبعا بناطق باسم الجيش الليبي وش قال، وسمعنا برضو بمدير المؤسسة الوطنية للنفط حتى هو إيش قال، وفيه يعني نوع من واحد يقول نحن خلاص رفعنا القوة القاهرة طبعا، ثم بعد ذلك لقينا أن القوة القاهرة يمكن تكون ما زالت قاعدة. نحن غايبة علينا بعض الأشياء، يعني إذا قفل النفط لأسباب باهي وفتح النفط ورفعت القوة القاهرة، هل فيه حل يعني الفرقاء سواء في الشرق ولا في الغرب ولا حتى في الجنوب توصلوا الى 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 آلية لإعادة التوزيع مثلا؟ هل اجتمعوا في اجتماع ضم الاطراف؟ يعني انت دكتور تتحدث عن غياب المعلومات، بمعنى حتى الان لا نعرف كان هناك اتفاق معين تدخلت جهة اخرى فافسدت، ام انه لم يحدث اتفاق من الاساس؟ هو لا اعتقد انه حدث، يعني لو حدثنا سمعنا عليه بوسائل الاعلام وان صار اجتماع كذا كذا، او ربما مثلا المجتمع الدولي او الامم المتحده طرحت مشروع لاعاده توزيع دخل النفط بشكل عادل. اين هذا المشروع؟ هل في مشروع مثلا للتوزيع بحيث ترفع القوة القاهرة ويعاد تصدير النفط ولا لا؟ هذه الأمور غايبة علينا، يعني ما فيش هذه الأشياء. طيب، لكن ما تسرب حتى الآن كان حديث على أن هناك مطالبات بفتح حساب خارجي حتى يتم ضمان ربما عدم ذهاب هذه الأموال لجهات داعمة للإرهاب كما حدث في السنوات القليلة الماضية، لكن هذه النقطة أو هذه الجزئية ربما لم تعجب تيار الإخوان المسلمين، هو الذي تدخل وأفسد بوادر الاتفاق الذي كان في البداية، وربما كان عملية الفتح الأولى كإجراء لحسن النوايا. هو صحيح كان فيه نقاش حول يعني أين تودع إيرادات النفط في المستقبل. طبعا لا أعتقد أنها يجب أن تودع في المصرف المركزي الموجود في طرابلس، خاصة وأن على رئاسة لا يزال نفس المحافظ. طيب، بعد قليل يعني سوف أستعرض معك المعلومات عن ما جرى، لكن يعني إذا جرى هذا الكلام أين المعلومات؟ ما فيش معلومات، يعني أكيد فيه، لكن هل في حد كانت فيه اتفاقية ومتفقين عليها وبعدين بعض الناس اللي ما عجبتهم هذه الاتفاقية انقلبوا عليها ولا لا؟ يعني في بعض المعلومات اللي غايبة علينا حقيقة في هذا الموضوع. هو الحديث الآن يدور أن مصطفى صلعلة ربما وافق بداية على جزئية الحساب الخارجي، لكنه كان يطالب بأن يبقى هذا الحساب الخارجي دون أن تصرف أمواله لأي جهة، بمعنى يوضع تحت حساب المؤسسة مؤسسة النفط في المصرف المركزي دون أن يستخدم. طرف الجيش يتمسك بموضوع أن يتم فتح حساب خارجي. مصطفى صنع الله يفترض ما عندهش أي اعتراض على هذا الموضوع، لا علاقة له بأين توضع إيرادة النفط. يعني العلاقة الوثيقة هي ما بين المصرف المركزي وبين الحكومة. الحكومة والمصرف المركزي هم الذين يقولوا وين تودع إيرادات النفط، في المصرف الليبي الخارجي، في مصرف آخر أوروبي ولا غيره ولا أمريكي ولا غيره. يعني هم يعني يبلغوا أين تودع، وهو لا شأن له في هذا الأمر. يعني
لكن إذا كان هو إذا دخل في كل الأمور وأين تصرف والله كيف تصرف، حتى كيف تصرف إيرادات النفط، المؤسسة الوطنية للنفط لا دخل لها في كيف تصرف، يعني هذه الحقيقة. هي مهمتها الأساسية هي استخراج النفط، هي علاقتها مع الشركات الأجنبية والمحلية اللي هي يعني تقوم بعملية الاستخراج وتقوم بعملية البيع وتقوم بالأشياء هذه، هذه هي مهمتها. لكن الإيرادات النفط هذه إيرادات للدولة الليبية تؤول للخزانة عن طريق طبعا المصرف المركزي. فالمؤسسة الوطنية للنفط هي عبارة عن وسيط يأخذ نفط وفي النهاية يسلم الإيرادات في شكل دولارات. مرة أخرى أعود لجدد الترحيب بدكتور محسن دريجة. دكتور، كيف تتابع ما يجري فيما يتعلق بملف إعادة تصدير النفط؟ مصطفى صلى الله أعلن رفع القوى القاهرة تصدير الشحنة الأولى، بعدها عاد كل شيء للمربع الأول وحديث عن شبه اتفاق تفجر في النهاية. مساء الخير لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. طبعا يعني نسمع عن الأخبار بخيبة أمل الحقيقة، لأن توقعنا أن يكون هناك اتفاق مرضي لكل الأطراف بحيث أن يتم استئناف بيع النفط حتى لا تستنزف ليبيا مدخراتها، لأن الآن الوقود اللي يستورد والمواد الغذائية وكلها تتم استيرادها من الاحتياطيات اللي هي تكونت على مر عشرات السنين. الاحتياطيات اللي موجودة مصرف ليبيا المركزي لم تتكون بين ليلة وضحاها، لكن ممكن أكثر من 20 سنة 30 سنة، بحيث تكون لدينا مبلغ مالي من الاحتياطيات يصل إلى 120 و130 مليار دولار. الاتفاق اللي تم اللي سمعنا عليه واللي ذكرته حضرة الأستاذ أحمد يقول أن النفط سيباع والأموال ستودع في هذا الحساب ولن يتم المساس بهذا الحساب إلى حين الوصول إلى صيغة لاستخدام إيرادات النفط بشكل عادل أو بشكل شفاف. الحقيقة وهذا الأمر يعني كررناه أكثر من مرة، المشكلة ليست في الإنفاق، المشكلة في المردود على الإنفاق. أنا لو أخذت الإحصائيات الصادرة على المصرف المركزي البيضاء نجد أن مصرف المركزي البيضاء إنفاقه حتى 30 نوفمبر 2019، وهذا من بيانات البيانات المنشورة للمصرف المركزي البيضاء، إجمالي 7,558,000,000 دينار مرتبات، يضاف إليها دعم 4 مليار، يعني ميزانية تسييرية 4,819,000,000، يضاف إليها الدعم الوقود اللي هو يتم سداده من مصرف ليبيا المركزي طرابلس، إجمالي المبلغ يصل إلى حوالي 13 مليار. فالفكرة أن الأموال لا تصل، صحيح أن في وجود مصرف المركز البيضاء مصرف المركز البيضاء اضطر أنه هو يقترض، ولكن بإغلاق النفط حتى المصرف المركزي طرابلس اضطر أنه هو يقترض وكوننا دين عام. الأفضل أن يتم الوصول إلى اتفاق، يتم الآن تعويض الاحتياطيات اللي تنفق بوضع مبيعات النفط في حساب لا يمكن السحب منه، واعتقد ان هو هذا كان الاتفاق، ودخول في نقاش كيف نعيد النظر في طريقه اداره الماليه. طيب دكتور، الحساب الذي لا يمكن سحب الاموال منه هو ذاته الحساب الخارجي في دوله يعني اخرى لم يتم تحديدها، هذا هو الحديث الان. الحديث الآن طبعا هذا البيان أمس ذكر هذا الكلام، ولكن كانت هي أصلا الجهة اللي مخولة بالبيع هي المؤسسة الوطنية للنفط، وكل الأموال تحال إلى حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي. الذي يتغير أنه في السابق كانت هذه الأموال خلال 24 ساعة تذهب إلى المصرف المركزي طرابلس، الآن والتعهد اللي أعطاه المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه الأموال لن تغادر حساب المؤسسة الوطنية للنفط. طيب، لكن هل يعتبر ذلك ضامن دكتور؟ ضامن للطرف الذي أقفل من البداية النفط، تحدث عن القبائل والتيارات المدنية وبعدها الجيش الآن يفاوض باسمها، بمعنى أنه عندما تتمسك المؤسسة الوطنية التي رأسها مصطفى صنع الله بأن يتم إيداع الإيرادات في المصرف الخارجي وألا يستخدم، رغم أنه التقليد القائم الآن ينص على أن كل الأموال في المصرف الخارجي تذهب إلى المصرف المركزي خلال 48
ساعة، ما الضامن ألا يتم استخدام هذه الأموال؟ ألا تعتقد أنه وضع هذه الأموال أو الإيرادات في حساب خارجي مستقل هو أكثر ضمانة؟ ربما، ولكن أعتقد أن لو أن المصرف الخارجي قام بتصرف في مبالغ مالية وأحالها إلى المصرف المركزي طرابلس مخالفا للاتفاق، سنسمع بهذا الكلام خلال دقائق. يعني نحن نعرف أن في ليبيا الأخبار تنتشر بسرعة، وهذا المعلومات ستتسرب مباشرة. وحتى لو كان هناك تحفظ على وجود هذا الحساب في المصرف الخارجي، كان بالإمكان أن يستمر الدفق النفط والنقاش حول هذا الموضوع. لأن الحقيقة يعني المشكلة اللي هو نخافوا منها على كل ليبيا، على كل الليبيين، إن في استمرار إيقاف النفط، النفط الليبي حيصبح غير مرغوب فيه. الآن النفط الليبي يباع بتخفيض، كل برميل نفط ليبي لابد أن يخفض سعره. لماذا؟ لأن المشتريين في العالم يروا أن النفط الليبي غير مستقر. يعني ممكن تكون في سفينة جاية للميناء تلقى الميناء مسكر، ويقول المؤسسة الوطنية النفط هذا يعني غير مقبول، احنا نمشي لجهة تانية نشتري بدل انتم. الان النفط متوفر في كل مكان، يعني النفط الان ليس كما كان قبل 10 سنوات، النفط وصل سعره $20. ولهذا في صالحنا، ما دام الاسعار خاصة من الاسعار تحسنت، في صالح كل الليبيين ان يتم تعويض الاحتياطيات اللي تم صرفها. اما عن الادارة المالية وادارة الاقتصاد، انا اعتقد ما فيش حد يختلف ان ما يجري الان من ادارة الاموال الليبية وادارة الاقتصادها غير مقبول وغير مجدي. هذه يعرفها كل شخص، مختص او غير مختص، شخص في الشارع او شخص يعني طالب في الجامعة، الكل واضح ان المستوى المعيشة في تدني، ولكن اغلاق النفط لن يساهم في حل هذه المشكلة. طيب، مرة أخرى أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ دريس الشريف. أستاذ دريس، إذن يبدو أن المشكلة الحقيقية الآن، العقدة القائمة في المنشار، تتمركز في أين توضع إيرادات أو عوائد النفط. مصطفى صنع الله يتمسك بوضعها في الحساب الخارجي، ونتحدث الآن عن آلية تقليدية متبعة، بعد 48 ساعة تذهب هذه الأموال إلى المصرف المركزي أوتوماتيكيا، رغم أنه هناك تعهد الآن بألا تذهب هذه الأموال إلى هذه الجهة مؤقتا، بينما طرف الجيش يتمسك بفتح حساب في دولة خارجية لضمان عدم ذهابها مجددا إلى الجهات الداعمة للإرهاب المسيطر الآن على طرابلس. رأيك في هذا الجدل الدائر؟ أولا، لا يوجد ولم يظهر للعلن أي اتفاق يلزم السيد صنع الله بالاحتفاظ بهذه الأموال في حسابات المؤسسة ولا يحولها إلى المصرف المركزي. فهم من أحد البيانات يعني ضمنا شيء من هذا القبيل، لكن هذا الأمر كويس، أنت إن صح، هذا يعني في صالح من؟ نحن نتحدث أن المصرف المركزي ومحافظه الصديق الكبير يتوفر على مبالغ اللي أعرف أنا في حدود $80 مليار احتياطيات دولية، وذكر لك السيد محسن 120 أو 100 ممكن عنده معلومات أخرى يتصرف فيها. تجميد هذا المبلغ كويس، شنو مصلحة الأطراف الأخرى؟ شنو مصلحتنا نحن؟ يعني جمد المبلغ أي اتفاق يا سيدي مع الأمم المتحدة والله مع المؤسسات الدولية لا يشمل تجميد سواء الاحتياطيات اللي يتصرف فيها الصديق الكبير أو هذه الأموال وإعادة توزيعها، هو في غير صالحنا. يعني نحن لن نستفيد شيئا، يعني سيتجمد هذه الأموال في حسابات المؤسسة إلى أن تشكل حكومة ولا مش عارف أمتى، بعد سنة بعد سنتين. في نفس الوقت سيستمر المحافظ ينفق من 90 مليار اللي هي أو 80 مليار اللي هي موجودة لديه احتياطيات دولية. فهذا الأمر يعني بصراحة يعني غير منطقي وغير مجدي. أنا والسيد محسن يعني يعرف والجميع يعرف أن الاحتياطيات الدولية اللي تبلغ 90 مليار لا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى والصديق الكبير أين توجد
في أصقاع المعمورة المختلفة، مصارف ولا دول، ولا يعلم أحد كيفية التصرف، هو الوحيد لا حسيب ولا رقيب يتصرف فيها كيف يشاء، ينقلها كيف يشاء، يضعها في مصارف أو مؤسسات أيا كان تصنيف الريتنج متاعها، التصنيف الائتمان السيادي ضعيف ولا قوي، يحطها في تركيا ولا ينقلها للصين، هو المتصرف والمتحكم في هذا الأمر. ويعني إن, 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 إن جادت يده بيصرف منها مرة علاوة، مرة يديرها 400 دولار، مرة يخليها 500، مرة يرفعها للألف، مرة ينقصها. فهذا الأمر يحتاج بصراحة نقول لك يحتاج إلى تفاوض على مستوى عالي جدا مع المستوى مؤسسات الدولية، ويحتاج أن أموال ليبيا هذه جميعا يجب بصراحة أنها توضع تحت الرقابة والمراجعة، وأنها يعاد التحكم فيها وصرفها بالطريقة الصحيحة. لأن احنا لنا يعني شو نستفيد إذا كانت تجمد في حساب المؤسسة؟ ما هن قاعدات 90 مليار موجودات في مصارف المجمدة، والله ما هنش مجمدة، أن أموال المصرف المركزي 90 مليار هذين تم تحريرهم من 2011 اللي مجمدة، يمكن بعض الأرصدة خاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار. فغياب المعلومات، غياب الشروط الواضحة والمحددة في التفاوض يعني بشكل، وبعدين هم قامت القيامة وبدأت طبول الحرب يعني تدق وكذا، والذي مجرد أن الجيش طالب بأن توضع هذه الأموال في حساب مستقل وتوزع بالعدالة، يستفيد منها اللي غادي واللي هنا. ما لأنتوا الناس اللي حصرينهم 5-6 سنوات لم يستفيدوا دولار واحد، السنة الماضية اللي هي 2019 يمكن السنة الوحيدة بعد توحيد منظومة المرتبات 30% من المرتبات دفعا من طرابلس، 30% الباقي 7 مليار وكسر دفعها المصرف المركزي البيضاء زي ما قال ذكر الأرقام اللي ذكرها السيد. طيب إذا ما أفهمه منك أستاذ دريس أنه لماذا الإصرار من هذه الجهات، من مصطفى صنع الله والجهات التي تقف خلفه، لعدم الذهاب في هذا الاتجاه وفتح حساب خاص توضع فيه إيرادات النفط في دولة خارجية، إلا إذا كان هناك ربما سوء نية في الإصرار على بقائه؟ لا أدري، أنا على حساب تابع للمؤسسة الوطنية حتى مع التعهد بعدم استخدام. أنا أستغرب السيد صنع الله، أنا سمعت توا كلامه في بداية التقرير كم يقول إن أموال النفط محروم منها الليبيين وأنها تستخدم استخدام غير مرشد، الكلام اللي سمعناه كويس. طيب أنت تفضل أنك تعطيها برغم قناعتك بهذه التصرفات الغير رشيدة كويس، تضحى هنا وتحطها عند الصديق الكبير، وعارف أن الاحتياطيات منها الجانب العملة الأجنبية يمشي في مصارف لا يعلم عليهم صنع الله وين، ولا السراج يعرف، ولا لذي الاحتياطيات الدولية، حتى جدول الاحتياطيات الدولية اللي كان ينزل من 60 سنة في النشرة الاقتصادية لكن هم يتحدثون انه هذا يعني حساب تابع للمؤسسة في المصرف الخارجي ولن تذهب هذه الأموال للمصرف. شنو تفرق بها يا سيدي إذا كان فتح حساب كويس بإشراف دولي؟ ما بالنسبة هذا الأضمن برأيي بالنسبة المصرف الخارجي يخضع إداريا واو، يعرف السيد محسن جمعيته العمومية ورئاسته هو الصديق الكبير، ما في الشك. السنة الماضية أقال مجلس الإدارة والمدير العام بالكامل وحط مجموعة أخرى برغم كل ما قيل عنها والملاحظات اللي عليها، حطهم بالغصب. إذن لا يمكن الضمان، خاصة أنه المصرف الخارجي هو مملوك بالكامل المصرف المركزي، بمعنى أنه الآن تحت سيطرة الصديق الكبير وتحت إشرافه وسيطرته الإدارية والمالية طبعا، يعني هذه ما فيها الشك، يعرف الجميع. يعني شنو تفرق عند السيد صنع الله يعني حساب هن أموال النفط الليبي بالكامل قاعدات في حسابات خارجية 90 مليار؟ إذا كان هناك شنو تفرق كان جاء حساب شفاف والعالم كله يبقى يشوف فيه، واللي تطلع منه معروفة واللي تدخل معروفة، يعني ليش هذه؟ هل هذه تستحق أن تدق طبول الحرب وأن يموتوا مئات الليبيين من جديد في حرب من أجل هذه؟ كويس، 5 سنوات و6 سنوات الناس قاعدة جيعانة وكذا، وهني ما صارتش الآن من لسبب، يعني ما قال لهمش الجيش إننا نأخذ الإيرادات ونستولي عليهم ونبيعناها، قال حطوهم في حساب مستقل وتشرف عليه جهة دولية وتتم المراجعة. هل هذه تستدعي أن تقوم القيامة وتدق طبول الحرب ويموتوا مئات الليبيين في حرب يعلم الله مداها؟ يعني كلام غير منطقي بصراحة.
إضافة لنقطة أخرى أثرتها قبل قليل، أنه لماذا هذا الإصرار على إعادة تصدير النفط طالما أنه الحديث الآن على إبقائه في حساب أيا كان مكانه، سواء تابع للمصرف الخارجي أو حساب خاص في دولة خارجية، أنه لا يتم استخدامه، إذا الشعب لن يستفيد منه في النهاية. الشعب لن يستفيد إلا إذا أدير إدارة مرشدة. نقول لك إدارة مرشدة بالنسبة الآن المنطقة الشرقية وبرقة وغيرها ولهني غير مستفيدة منها ذلك، لكن الإدارة المرشدة يجب أن تكون هناك رقابة ومتابعة، وفي الشرق والغرب الفساد عاد وبد في ليبيا، هذا هذه حقيقة يجب أن نحترف بها، لكن لا يمكن أن يصل الأمر إلى أن المواطن ما يجدش العلاج، ما يجدش يعني ما وزارة الصحة ما عندهاش $1,000 تمشي تشتري علاج أورام لمريض من مرضاها، يعني وصلت الأمر إلى مستوى بصراحة لا يمكن طيب. قبوله. قبل أن أعود إليك اسمح لي فقط هذه الجزئية أريد أن أحولها مرة أخرى للدكتور محسن الدريجة الخبير المالي. دكتور كيف تعلق على حديث الأستاذ دريس الشريف الآن؟ هو يتحدث لماذا الإصرار من قبل مصطفى صنع الله والجهات الداعمة له على عدم الذهاب في هذا الاتجاه الذي يطمئن الجميع، فتح حساب برقابة دولية في دولة خارجية، لماذا الإصرار على ذهابه في حساب تابع للمؤسسة أو للمصرف الخارجي وهو يخضع أو مملوك بالكامل للمصرف المركزي الذي يديره الآن الصديق الكبير؟ أنا أعتقد طبعا أنا بصراحة لا أعلم إذا كان هو مصر على المصرف الخارجي أو لا، ولكن لا أظن أن سيكون مصر على المصرف الخارجي تحديدا إذا سمحت له الإجراءات المتبعة أن يفعل ذلك. أضيف إلى ذلك الخوف من إدخال أطراف دولية، أن هذا سيفتح علينا أبواب جديدة، ستكون هذه الأطراف الدولية ستحتاج إذا كان في إشراف دولي على الأموال الليبية تستوجب إصدار قرار مجلس الأمن، ولكن حتى لو كان باسم المؤسسة الوطنية للنفط وفتح لدى مصرف آخر أنا مع الشفافية الكاملة فيما يجري لتلك الأموال، وأن يكون هناك إفصاح عن المبالغ وعن أي تحركات، يعني هذا أعتقد أن أمر مطلوب. وأنا أتفق بطرح سيد دريس أن الفساد ساد في البلاد، وأن الشعب الليبي لم يستفيد من الأموال سواء الاحتياطيات المصرف المركزي طرابلس أو مبيعات النفط الحالية ما لم يكن هناك تغيير في الشفافية، ولا يوجد ما يمنع بأن توحد المصرف المركزي تحت مجلس إدارة، وأن توحد أيضا النفقات المالية لوزارة المالية. لا أرى أي أسباب الحقيقة. نعم أنت لا ترى أي أسباب يا دكتور محسن، لكن طيلة السنوات الماضية لم يعرف أحد أين ذهبت هذه الأموال. ربما نستند لبعض التقارير من لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، تحدثت أيضا عن تمويل للإرهاب أو لمجالس الشورى من إيرادات النفط ومن المصرف المركزي بطرابلس. هناك مخاوف من إعادة استخدامه لتنظيم تنظيمات أو لتمويل تنظيمات إرهابية، لذلك الحديث الآن عن ضرورة أن يتم التحقيق وألا تذهب هذه الأموال لهذه الجهات الداعمة للإرهاب مجددا. هو أنا أعتقد أن لو يعني مصرف ليبيا المركزي ينفق في صكوك، الصكوك أين تذهب قيمتها هذا أمر آخر، يعني التنظيمات الإرهابية لديها طرق كثيرة جدا في الحصول على التمويل، منها حتى نهب المصارف كما حصل في سرت 53 مليون يورو نهبت من المصارف، من دفعة كانت من العب العملة الصعبة باليورو والدولار ذاهبة للمصارف، ونعرف أيضا ماذا حدث في بنغازي للمصارف والهجمات التي تمت عليه. صحيح أن نحن لا نعرف الودائع أين هي، ولكن هناك نشرات مالية تنشر، ويعني لا أستطيع أن أجزم إنها صحيحة أو غير صحيحة، هذا يتطلب إجراء مراجعة شاملة، والحقيقة أعتقد أن الخطوة الأولى لابد أن تكون بمراجعة ليس لغرض التشفي أو التشهير، ولكن حتى نعرف أين نحن، حتى نعرف أين أموالنا. طيب لابد من المراجعة ووضع لابد من المراجعة الفترة الماضية وفتح صفحة جديدة.
طيب مرة أخرى أعود إليك دكتور، الجيش الآن وضع ثلاث نقاط كشروط لإعادة تصدير النفط، أولها هذا الجزء الذي كنا نتحدث عنه المتعلق بفتح حساب خارجي توضع فيه الإيرادات وأن يتم الصرف بعدالة وفقا لضوابط وآليات يتم الاتفاق حولها، ثانيا يكون هناك ضمانات دولية لعدم ذهاب هذه الإيرادات لدعم الميليشيات والمرتزقة السوريين والأتراك، ثالثا يتم التحقيق في حسابات مصرف ليبيا المركزي الذي يرأسه الصديق الكبير ومعرفة أين كانت تذهب إيرادات النفط طيلة السنوات الماضية. برأيك أي هذه الشروط التي أزعجت أكثر هذا الطرف الداعم أو الذي يقف خلف مصطفى صنع الله المصرف المركزي بطرابلس أو حتى المجلس الرئاسي من بين هذه الشروط؟ أنا أعتقد أن يعني نحن نعلم أن المصرف الليبي الخارجي هو مملوك بالكامل لمصرف ليبيا المركزي، ونعلم بأن الصديق الكبير بصفته هو محافظ المصرف الليبي المركزي هو رئيس الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي، ولكن التصرف في حسابات الزبائن لا يستطيع رئيس مدير المصرف ولا رئيس الجمعية العمومية أن يتصرف في حسابات الزبائن. المفروض يكون أن هناك إشراف دولي، ولكن في نظري أنا لا بأس أن يكون أن يكون الحساب في مصرف ليبيا المركزي، ولكن ضمن اتفاق، الاتفاق هذا تدخل فيه الأطراف الدولية مع المؤسسة الليبية للنفط ومع المصرف الليبي الخارجي. طيب أي أطراف دولية يمكن أن تكون ضامنة يا دكتور؟ يسموه حساب وسيط أو سكرو أكاونت، طرف ثالث هو الذي يتصرف يديره. فيه هو الذي يديره. نتحدث عن حساب خاص خارج ليبيا؟ هو خارج ليبيا طبعا. هو المصرف الليبي الخارجي هذا اوفشور بنك، يعني مركزه في حساباته كلها في الخارج وحساباته بالدولار، يعني مش طيب. حتى بالدينار لا لا، لكن الان تمسك الجيش بفتح حساب خاص في دوله خارجيه ممكن هذا هو الشرط، بينما اطراف اخرى تشترط ان يتم وضعه في حساب في المصرف الخارجي. في رايي انا هذا هي عملية ثقة شوية، يعني مازال نحن يعني شوية عندنا لا، لكن لا لا لكن يجب أن يكون هناك في ثقة أن لو نفتح أنا مصرف سكرو أكاونت في المصرف الليبي الخارجي ممكن. مش في طرابلس برا، عنده حساباته كلها برا يا المصرف الليبي الخارجي، كما قلت لك هذا يشتغل خارج ليبيا، المصرف الليبي الخارجي ما يشتغلش في ليبيا، حتى بالدينار الليبي ما يشتغلش، فتح بالدينار الليبي في 2010 تقريبا بس على أساس أنه عنده بعض الحاجات يمكن يديرها في ليبيا، بعد ذلك هو معاملاته كلها في الخارج، هي حساباتها كلها في الخارج ويتعامل مع بنوك كلها في الخارج، يعني أعرف، لكن هو مملوك كما قلت الآن بالكامل للمصرف المركزي الذي يديره الآن الصديق الكبير. مدير المركز ما الضامن ألا تذهب هذه الأموال؟ مدير المركز لا يستطيع التداول حسابات العملاء. طيب لكن تعرف جيدا أنا عندي حساب في المصرف، يقدر يجي مدير المصرف يتصرف هذا القانون، لكن علمي طيلة السنوات الماضية نعرف سياسة الضرب بالقانون عرض الحائط من قبل الصديق الكبير ومن غيره، هو أقيل أكثر من مرة، أيضا هو يعمل من دون مجلس إدارة، مع ذلك مخالف للقانون، إذا ما ضامن الآن أن ربما ينفذ القانون وألا تذهب هذه الأموال من المصرف الخارجي إلى المصرف المركزي. في لجنة دولية يفترض هي التي تشرف على ذلك، لجنة دولية وتراقب طبعا، لا يعني مش أنا قلت لك مع المصرف الخارجي ولا لا، لازم طرف ثالث، قلت لك الطرف الثالث. الطرف من هو الطرف الذي يمكن أن يكون ضامن؟ سوف هيئة دولية من الأمم المتحدة يعني يتفق عليها طرفان طبعا، يعني لازم الطرف أريد لما يتعاركوا اثنين خوت لازم واحد أجنبي يخش في بينهم، لكن هؤلاء يقول الكثيرون بشرط أنه ما يكونش ميال لواحد منهم يعني. صحيح، يقول الكثيرون أن هناك انحياز من قبل الكثير من دول العالم للطرف الداعم للأتراك الآن، على سبيل المثال بيان صادر عن السفارة الأمريكية قبل قليل يتحدث عن فاغنر ومرتزقة يهاجمون أو يحتلون مواقع نفطية، لا يتحدثون عن المرتزقة السوريين، أيضا بيان البعثة الأممية يتحدث في ذات السياق تقريبا، إذن ما الذي يمكن أن نتحدث فيه الآن عن ضمانة دولية لعدم ذهاب هذه الأموال مجددا إلى المصرف المركزي؟ لكن لديك تعليق سدريس على ما يبدو. لا أنا مازال ما كملتش طيب كم يعني الضمانة الدولية، نحن نتكلم عن الضمانة الدولية، يعني هل نحن ما عندناش دولة صديقة في الضمانة الدولية، يعني نشك في الضمانة الدولية مثلا هذه مشكلة، إذا كان نشك معناها نشك في أي واحد، يعني إذا كان الضمانات الدولية تأكد لك تقول لك أنت لو تحط المبالغ المالية في هذا الحساب أنا أضمن أن ما فيش ولا مليم يطلع منه، وفي مراجعة يمكن يومية لهذا الحساب طبعا، أن هذا الحساب مازال مجمد تدخل فيه الأموال دون الخروج، هي كثير من الحسابات بهذا الشكل،
اذا هذه ضمانه دوليه، احنا يعني نشتغل مع الدول، مع من نشتغل مع كلها ضمانات دوليه طبعا. لكن اليس من السهوله بمكان فتح حساب خارجي في دوله ممكن خارجية؟ ممكن يعني هو ممكن انا يعني قلت لك احد الطرفين يعني على الاقل احد الخيارين ممكن، يعني احد الخيارين طبعا يعني لا نتمسك بفتح حساب في دوله اخرى اذا كان هذا فيه مضمنه دوليه في المصرف الجبهه. طيب هذه وجهه نظر الدكتور الفيتوري الان دكتور عطيه الفيتوري استاذ الاقتصاد بجامعه بنغازي تدريس، كيف تعلق؟ اولا السيد صنع الله او مؤسسه النفط لم تلتزم ولم تثر اي اتفاق بهذا الشان، ما يعني هو جاب ضمنا كالتزام ادبي. الحديث عن قدره المصرف المركزي في التدخل في سحب ارصده، لا هذه في اتفاق رسمي كان موقع ما بين وزاره الماليه ومؤسسه النفط ومصرف ليبيا المركزي، هو اللي تم بموجب إيداع الإيرادات في المصرف المركزي وتحال خلال 48 ساعة إلى حسابات الخزانة في المصرف المركزي من المصرف الخارجي، يتم الإيداع في المصرف الخارجي تحال خلال 48 ساعة طبعا بالدولار إلى المصرف المركزي. المصرف المركزي يستلم العملة الأجنبية ويضع ما يعادلها بالعملة المحلية في حسابات الخزانة. هذا الاتفاق ساري المفعول وقائم ولا يوجد ما يلغيه، وإذا كان يلغيه الاتفاق الجديد المصرف المركزي غير موافق، هو طرف في التوقيع موقع المصرف المركزي ووزارة المالية أو اللي يمثلها السيد السراج غادي في حكومة الغير ومصطفى والسيد صنعلة، ثلاثة هؤلاء هم الثلاثة باستثناء التزام أدبي من السيد صنعلة لا يوجد اتفاق، ما فيش حاجة، ولذلك لا يوجد ما يضمن في الكلام هذا. ممكن يدير السيد صنع الله يقول له لا يا سيد انت موقع على محضره معنا بتاريخ كذا مؤسسه النفط في ذلك الوقت ومحتمده وزير النفط بانك انت تحول المبالغ خلال 48 ساعه، بالتالي الامر قائم. ثانيا هو يا سيد السيد السيد رئيس رئيس هو الاتفاق دولي هذا هاي ما فيش لا 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 لا, 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 لا هو يعني مشروع، ما احنا بدري قلنا ما فيش حاجه ما فيش اتفاق وما نش عارفين حتى الاتفاق كيف وكذا. لو في اتفاق باهي يعني لازم الحكومه الوفاق توافق والمؤسسه الوطنيه توافق والحكومه اللي انا لازم يكون في ما فيش اتفاق بدون اتفاق ما يصير شيء. طبعا شوف يا دكتور عطيه اللي حصل أكثر من التزام السيد صنع الله في لقاء بالدائرة المغلقة مع سفراء ومع البحث الأممية من حوالي كم يوم، ورد قال لنا أنه يرفض، قال لنا نحن بالتواصل وشكر وكذا أن مسألة الحساب طبعا الخارجي هذا الحساب الآخر أن الأموال تبقى في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، إنما لم يظهر أي اتفاق، لو كان ظهر اتفاق لكانت المشكلة محلولة باهي. وبعدين يا سيدي إذا كان أنت لماذا أنت مصر على أن قدنهنا بيشمشى بعدين للسيد المصرف المركزي اللي غادي؟ ليش ما يفتح حساب وبعدين حصة المصرف المركزي طرابلس تمشي له وحصة البيضة تمشي له وتنحل المشكلة؟ يعني شنو المشكلة في هذه؟ يعني ما فيش مشكله، لكن لا يوجد اتفاق اصلا. إذا لا يوجد اتفاق حتى لو فتحت حساب في دوله اخرى سيخترق واكيد الامم المتحده تحول المبالغ كلها لجهه معينه اللي هي هو اصلا الدوله اللي بينفتح فيها والله لا هذا مش حيسمحوا بفتح الحساب لإيرادات النفط الليبي الا بموجب اتفاق دولي، مش حيسمحوا اصلا. هم شنو يمنحهم من خايفين يعني امريكا ولا فرنسا ولا غيرها؟ كويس يقولوا لا انتهت المشكله. فهذه هي القضيه الاساسيه. لكن نحن الان المساله يعني الان فيه وضع صعب مالي، فيه وضع فني صعب جدا في الني، وفيه وضع عسكري ايضا. من يريد أن يشعل الحرب لأغراض سياسية ولأغراض كذا وجد هذه الحجة اللي أصلا يعني لا يعني ما تقيمش أصلا، يعني أنك تخش في حرب
وتزهق أرواح ألاف الضحايا ولا المئات مش عارف شو النتيجة. يعني هذا أمر يعني لعبة كبيرة أكبر من يعني ما لا يعني ما فيش مشكلة أفتح حساب وافق على فتح حساب وحط فلوس. يعني نعم. أنت الآن تتحدث عن تعنت من قبل مصطفى صنعلا والجهات التي تقف خلفه أيضا يتزامن مع تحركات فيها لغة خطاب تصعيدية صادرة عن وزير الخارجية التركية الذي تحدث عن نيتهم الهجوم على السرت والموانئ النفطية. وأيضا والله بعد بيان السفارة الأمريكية أيضا تحدث بذات السياق. أنا أقول للسيد صنعلا لو قامت حرب لهذا السبب وبسبب تعنته بعدم فتح الحساب يعني هو يرتكب جريمة تاريخية، يعني يتحمل مسؤولية تاريخية في الأرواح التي تزهق لهذا السبب اللي أصلا يعني ملش يعني لا مبرر أن يتعنت فيه. يعني لو صارت لو حصلت هذه الحرب لهذا السبب تحديدا كويس صنع الله يتحمل مسؤولية تاريخية فيها. طيب مرة أخرى أعود إليك دكتور محسن دريجة، أيضا أريد أن أسألك على الخطاب التصعيدي الصادر عن مصطفى صنع الله قبل قليل. هو اتهم لأول مرة دولة عربية شقيقة هي الإمارات العربية المتحدة بأنها هي التي ضغطت وأوقفت تصدير النفط، أيضا جدد اتهامه لروسيا بوجود مرتزقة تابعين لها في مواقع نفطية. لغة خطاب من هذا النوع هل تعتقد أنها قادرة بالأطراف لإعادة ربما أو الوصول لاتفاق يهدف لإعادة تصدير النفط؟ قبل التعقيب على إذا سمحت قبل التعقيب على كلام مصطفى صنع الله نقرأ لك بيان سفارة فرنسا بخصوص رفع القوى القاهرة واستئناف تصدير النفط. تنضم سفارة فرنسا في ليبيا إلى جميع شركائها الليبيين والدوليين وترحب بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع القوى القاهرة واستئناف عملها لصالح كل الليبيين مع ضمان التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إدارة إيرادات النفط بشفافية وعدم اختلاسها. تهنئ سفارة فرنسا في ليبيا جميع الأطراف الليبية التي سهلت هذا التقدم وترفض عسكرة المنشآت النفطية وتؤكد مرة أخرى عن أهمية الحفاظ على حياد الشركة واحتكارها وسلامة جميع أفرادها. نفس البيان صدر عن السفارة الأمريكية، صدر عن بعثة الأمم المتحدة، وصدر عن الاتحاد الأوروبي. يعني هناك اتفاق كل هذه الأطراف شاهد عليه بأن الحساب سيكون تحت رقابة بعثة الأمم المتحدة، وهذه الدول كلها تضمن عدم اختلاس أو استخدام أي مبالغ منها. أي ضمان بعد هذا لا أعلم، إلا أن احنا نجيب الفلوس حطوهم في شكاير ونحط ديرون الكاميرا 24 ساعة تفرجوا عليهم ما فيش حد يقربها. يعني هذا ضمان من دول في أعضاء دائمة في مجلس الأمن موجودة. الحقيقة يعني بعد اللغة هذه وهذا بيان منشور رسمي ما فيش أكثر. يعني طيب ما الذي يفسد بوادر الاتفاق هذا التي باركتها سفارات دول أجنبية معنية بالمشهد الليبي؟ نعم هذا الاتفاق اللي هو بدأ تنفيذه يوم 10، هذه البيانات كلها صدرت يوم 10، كلها صدرت يوم 10، صدرت عن السفارة الأمريكية وصدرت عن وأكدت كل هذه السفارات بأنها تضمن عدم استعمال هذه الأموال. طيب لكن هل هذا أمر طبيعي؟ لماذا لم تترجم إلى آلية واضحة المعالم تحدد الطريقة التي سيتم من خلالها وضع الإيرادات؟ هل في حساب خاص؟ هل في حساب تابع للمصرف الخارجي؟ كل هذه الأمور لم تظهر للعلن. أنا رأيت تابعت لقاء لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط يقول فيه بأن مبيعات النفط ستدخل حساب نفس اللي ذكره دكتور عطيه سكرو اكاونت، حساب لا يمكن للشخص اللي مسجل باسمه ان يتصرف فيه، والتوقيع على هذا الحساب يكون مع طرف ثالث لضمان عدم استخدام هذا الحساب. انا تابعت هذا المقابله وهو قال هذا الكلام على الهواء وموجود مسجل. يعني الامر اعتقد انه واضح، يعني إلا إذا كان مثلا الحساب لابد يكون في دولة معينة، هذا موضوع تاني. لكن الضمانات موجودة، عندك ثلاث أعضاء الإضافة للاتحاد الأوروبي ضامنين هذا الاتفاق. لا أعتقد أنه يعني فيه ضمان أكثر من هيك، إلا إذا كان إحنا بنمشي لمجلس الأمن وبنطلبوا منه أنه يصدر قرار بتجميد كل الأموال الليبية وأنه يتم إدارته من قبل
لجنة تشكلها الأمم المتحدة، يبقى هذا الموضوع ثاني. لكن بالنسبة للضمانات هذه المعقولة واللي هي ممكن نتوقع أن هي تحدث في الأحوال العادية، هذا أقصى ضمانة يمكن الوصول لها. طبعا بخصوص الدول اللي هي ممكن طالبت بإيقاف التصدير، أنا أعتقد أن البيان اللي صادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة المسماري في بيانه يقول أن الدول الصديقة تتفهم قرارنا، يعني فيه تشاور، يعني فيه تشاور وفيه إعلام بأن احنا بنسكر النفط وعندنا شروط. لا لا، هو قال انه حتى من البدايه قال انه عمليه فتح او السماح للشحنه الاولى كان بضغوط او ربما طلبات من دول صديقه لاثبات حسن النيه. هو لا يتحدث ولم يتحدث عن اتفاق اصلا. انا اللي نعرفه ان كان في مفاوضات طويله وكان النقاش حول الاليه، وتم الوصول الى فكره هذا الحساب تحت رقابة بعثة الأمم المتحدة ويكون ممنوع السحب منه، وهذا الأمر اللي تم التوصل التوافق تم التوصل إلى توافق حوله. أنا مش كنتش حاضر فما ندرش يعني نجزم لك أن هذا هو اللي حصل، ولكن هذه هي المعلومات اللي وصلت، ولا يوجد سبب لأن تم فعلا إعلان رفع القوة القاهرة، لأن في نفس يعني مجرد إعلان القوة القاهرة رفع إعلان القوة القاهرة إعلان رفع قوة القاهرة أنت أصبحت ملزم بالعقود اللي المراكز اللي تنشئها. فلا أعتقد أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت لي تعلن رفع القوة القاهرة إلا ما كانت متأكدة أن الاتفاق تم التوصل إليه. طيب مرة أخرى للدكتور عطية الفيتوري، دكتور كيف تعلق على تصريحات مصطفى صنع الله قبل ساعات تقريبا التي وصفت فيها أو وصف فيها بأنه قد فقد توازنه وهاجم فيها الإمارات العربية المتحدة وتحدث عن وجود قوات فاغنر الروسية في المواقع النفطية، رغم أنه مصادر صحفية زارت الموقع داخلية محلية وخارجية فندت كل هذه الادعاءات؟ أعتقد هو يعني كان غضبان لأن الجيش الليبي أعلن أن يعني النفط لم يفتح بعد أو سوف لن يفتح إلا بتحقق شروط معينة وكذا، فهذه ردة فعل عنده هو، فرد بهذا الشيء. لكن لا 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 أعتقد أن هناك قوات غير الجيش الليبي اللي يحرس المواني والحقول النفطية، وهذا يحتاج إلى إثبات هل في قوات أجنبية مع الجيش الليبي الوطني الليبي ولا لا، يعني فهو عبارة عن كلام يعني ينشر فيه للإعلام وخلاص، لكن لا دليل، لا أعتقد أنه عنده دليل قاطع يستطيع أن يثبت به أن قوات الفاغنر أو غيرها متواجدة في المواني النفطية ولا في الحقول وهي التي تمنع من تصدير النفط وغير ذلك. يعني هذا كلام يعني لا أعتقد أنه كلام حقيقي، وأعتقد أنه عبارة عن كلام إعلامي ليس إلا يعني. طيب مرة أخرى إليك أستاذ دريس الشريف، كيف تعلق على تصريحات مصطفى صنع الله الأخيرة التي وصف فيها بأنه قد فقد توازنه تماما وشن هجوما لاذعا نفث فيه ربما سمومه باتجاه الإمارات العربية المتحدة؟ والله هو طبعا السيد مصطفى صنع الله يعني وضع نفسه طرف في خصومة سياسية، وهو أصلا شخص مهني، يعني كان دور مؤسسة النفط تصدير النفط وإيداع إيراداته في المصرف الخارجي ومعش له علاقة في نفسه أو استيراد المشتقات النفطية. لكن هو من تصريحاته من فترة طويلة قعد يعني طرف سياسي، بل أكثر من ذلك يعني أصبح يجتمع ويتواصل مع الدول الأجنبية وسفارات، ويعني كان مثلا هنائي كان مع مجموعة العمل الاقتصادية اللي فيها سفارة أمريكا ووفود عدة دول، كان هو الوحيد اللي تفاوض معاهم، مثله مثل الصديق الكبير اللي كان شفت له رسالة من يومين موجهها للسفارات كل دول العالم وداير صورة فقط لمندوب ليبيا في الأمم المتحدة.
فهؤلاء كل منهم في منصبه قعد هو ممثل الدولة الليبية ويتجاوز كل السلطات الرسمية في مفاوضاته وتصريحاته، وبالتالي يعني معش أصبح الحقيقة يعني بعض التصرفات منا قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. أعود على كلام السيد محسن الدريجة اللي قال أن الضمانات ما فيش ضمانات، رحبت هذه الدول، يقول لك رحبت برفع القوى القاهرة وبالعرض، أهو قاعد قدامنا اللي رحب فريق العمل بالعرض الذي قدمه رئيس المؤسسة صنع الله بشأن الخطوات الفنية لاستعادة عمليات المؤسسة الوطنية للنفط ومنع المزيد من تدهور البنية التحتية الحيوية وضمان سلامة موظفي ومرافق المؤسسة الوطنية وضمان عدم اختلاس الإيرادات، وذلك بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لكذا كذا، ورحب المشاركون بهذه الرؤية الإيجابية وكذا وكذا. هو طرح العرض متاعه وهؤلاء رحبوا، لكن في جميع الأحوال هذا الأمر يعني إذا كان ما يصلش لدرجة التشنج أنك أنت تتمسك، لا أنا اللي الإيرادات تبقى، أنت في النهاية الإيرادات تبي تدفعها، ما تبي تحول للصديق كبير أصلا، يعني شنو يمنع أن يبقى في حساب تحت إشراف دولي في 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 يعني في التصلب أخرى. التصلب أو التشنج أنت تتهم مصطفى صنع الله به؟ طبعا بالتأكيد. يبدو أنه فيه اختلاف في هذه الجزئية بينك وبين حديث دكتور محسن الدريجة. دكتور كيف ترد يعني عليه؟ يعني هذا الأمر ما يؤديش للحرب، يعني مش معقولة يعني. يبدو أن الطرف المتصلب أو المتشنج هو مصطفى صنع الله، هكذا يرى الأستاذ الدريس الشريف. لماذا لا يوافق على هذا الاشتراط الذي يطمئن الجميع المتعلق بفتح حساب خاص؟ ما الضير في ذلك؟ أفضل شخص يجيب على هذا السؤال هو مصطفى صنع الله، لأنه هو كان في المفاوضات، ولكن أنا أعتقد أنه هو كان على قناعة كاملة بأن تم التوصل إلى اتفاق بعد تم منع السفينة الأولى، تم السماح للسفينة الأخرى، وكان على قناعة كاملة بأن المجهودات التي بذلت خلال الأشهر الماضية أخيرا أثمرت عن اتفاق وأعلن رفع القوة القاهرة، ليجد أن خلال 24 ساعة أن القوة القاهرة لابد من إعادتها مرة أخرى. وهذا طبعا إذا كان الشخص يشتغل ليه 6 شهور ووصلوا الاتفاق وبعدين تم إيقاف الاتفاق وكان بيفتح حقل الشرارة وتم دخول قوات الحقل الشرارة ومنع فتحها وكان بيفتح الخزانات اللي في الحمادة الحمراء ومنع من فتح الخزانات في الحمادة الحمراء وبعدين طلب أنه هو يصدر الكمية الموجودة في السدر وجاءت سفينة وتم رد السفينة طردها وعدم تحميلها، بالطبع سيكون سيشعر بأنه هو يعني غارز في الرمل، لا يستطيع حل هذه المشكلة. عموما يعني عملية الضمانات أنا أراها بالبيانات الموجودة أن هناك اتفاق أمام بعثة الأمم المتحدة وأمام الدول اللي كانت وسيطة اللي هي منها الولايات المتحدة ومنها فرنسا، كل الدول هذه كانت وسيطة في الوصول للاتفاق، أن أعتقد أن هذه البيانات ما كانت لتصدر بهذه اللهجة إذا كان فعلا لم يتم الوصول إلى اتفاق. إذا كان هناك في حاجة للتوضيح كان ممكن جدا يعني استمرار التصدير وطلب توضيح حتى من بعثة الأمم المتحدة حول الإجراءات المتبعة وكيف ستكون هناك الضمانات، وبناء على هذا يتم التصرف. طيب اشتراطات ترتيبات معينة طالب بها الجيش كشرط لإعادة الأمور إلى نصابها، إعادة التصدير مجددا. الشرط الأول كان فتح حساب خارجي تحدثنا عليه، الشرط الثاني ضمانات دولية لعدم ذهاب إيرادات النفط إلى الميليشيات والمرتزقة والأتراك، الشرط الثالث أن يتم التحقيق في حسابات مصرف ليبيا المركزي الذي يرأسه الصديق الكبير ومعرفة كيف كانت تصرف أموال ليبيا طيلة السنوات الماضية. أي اتفاق يتم الحديث عليه الآن ربما وصل لتحديد هذه الأمور؟ لم نرى أي تحقيقات، لم نرى أي شيء مما يطالب به الجيش الآن، قد
وصل أو وجد طريقة إلى التطبيق، هل تعتقد أنه يجب أن تطبق هذه الاشتراطات ربما لإعادة الأمور إلى نصابها؟ أنا أعتقد أن كل هذه المشاكل يمكن أن تحل إذا تابعنا المسار السياسي والمسار الاقتصادي والمسار العسكري، وتم الوصول إلى تسوية حقيقية وإخراج كل المرتزقة من ليبيا بالكامل. هذا هو الخطوة الصحيحة. إنما أن شخص واحد يقول للثاني أنت جايب سوريين، والآخر يقول أنت جايب روس، وكأن احنا يعني نتلامس بالألقاب. الحقيقة هذا وضع لا يمكن أن يقبل في دولة بصراحة. لهذا الوصول لحل هو الإجراء السليم بغض النظر الآن. يعني إذا كان فيه طرف أخطأ في حق طرف ثاني، أنا متأكد أن خلال الفترة الماضية حتى الطرف اللي كان مظلوم حتى هو أخطأ هذه حقه. طيب. بصراحة التسوية لابد من تجاوز كل هذه الأمور، توحيد المؤسسات المالية. إذا كان مصر المركزي كما يقول الجميع يحتاج أن يكون هناك مجلس إدارة يشكل مجلس إدارة لتكون كلها شخصيات جديدة. إذا كان موصل النفط يحتاج أن يكون هناك مجلس إدارة ليشكل مجلس إدارة من شخصيات كلها جديدة. طيب لكن يا دكتور لو سمحت لي، الجهات التي كانت مستفيدة من أموال النفط طيلة السنوات الماضية وتصريفه على الميليشيات والإرهاب هي الجهة المسيطرة الآن على طرابلس، المتمثلة في المجلس الرئاسي أو في الصديق الكبير الذي يسيطر على المصرف المركزي. الكثير يتحدث أن هذا الطرف هو الذي لا يريد البحث الآن عن أي آلية تضمن العدالة في التوزيع، أو هو غير مرحب أيضا على فتح ملف التحقيق في أين كانت تذهب الأموال طيلة السنوات الماضية. إذن هذا الطرف هو الذي يعرقل من خلف الكواليس الوصول إلى ترتيبات معينة لإعادة التصدير وليس الجيش. إذا تم الوصول إلى اتفاق لا يستطيع أي شخص أن يرفض. لماذا؟ لأن الاتفاق سيكون بين كل الأطراف في ليبيا، وسيتم استلام كل المؤسسات من مجالس جديدة ومن هيئات جديدة، ويتم تجاوز هذه المرحلة. لكن يعني الآن أفتح النفط، سكر النفط، جد باخرة، رد الباخرة، نبو حساب في مصرف الخارجي، هو أصلا حساباته كما ذكر دكتور عطية حساباته خارج ليبيا، هو مصرف مسجل خارج ليبيا. إذا كان في ضمان، ويبدو لي أنا من البيانات اللي قرأت إحدى عليكم أن فيه ضمان من بعثة الأمم المتحدة أنها ستتولى عملية الرقابة على هذا الحساب، إذا لماذا الإغلاق؟ إذا كان الحديث على توزيع الإيرادات، هناك مسار اقتصادي يعمل على هذا الجانب، وهناك أيضا حاجة لإصلاح هذه المؤسسات. وأعتقد أن الجميع مقتنع بأن المؤسسات الليبية بالكامل لا بد من توحيدها ولا بد من إصلاحها. إذن ما هو الخلاف؟ طيب أستاذ دريس لديه تعليق على حديثك. أستاذ دريس تفضل. ذكر الأستاذ محسن المسارات اللي اقترحتها الأمم المتحدة لحل المشكل السياسي الليبي، واللي حددتها في ثلاث مسارات: مسار سياسي ومسار عسكري ومسار اقتصادي. للأسف يعني ممكن أحد أسباب تأخير وعدم الاتفاق في برلين هو أسلوب الأمم المتحدة في تحديد هذه المسارات واختيار المفاوضين، سواء في السياسي يمكن اللي مشاه شوية 5+5 اللي هو المسار العسكري. أما السياسي تعرف شنو السبب اللي أدى في النهاية بعدين استقال غسان سلامة؟ اختيارها عن طريق حجة الدوائر الانتخابية ومجلس الدولة واللخبطة اللي دارتها أدت إلى فشل المسار السياسي. توقف بعد تلقائيا المسار الاقتصادي، واللي تم حتى الاختيار المفاوضين فيه بمعايير عند الأمم المتحدة تحديدا، وبترشيح فيه اللي كذا ما مرشح، ليسوا من الدرجة أنه كان النفط أقفل النفط، وكان يجب أنهم يناقشوا أول حاجة
في 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 جد في الاجتماعات اللي عقدوهم ممكن اجتماعين او ثلاثه اللي هي قضيه قفل النفط، تكلموا في مواضيع، موضوع اعاده اعمار، موضوع اصلاح القطاع المصرفي، موضوع ثالث مش عارف شنو سعر الصرف وحاجه مش عارف شنو المسار اللي هو ولا والدكتور عطيه اللي ممكن ما حضرش هذه الاجتماعات يمكن مدعو، لا يوجد هو مسار اقتصادي، يمكن فيه شخصين فقط متخصصين في مجال الاقتصاد. كويس، فمسارات الامم المتحده وخريطه الطريق اللي درتها وهو اللي سبب هذه المآسي وهو ما اوصلنا الى ما نحن فيه الان. ولا اعتقد ان بهذه الاليه اذا استمرت اللي هي نفس اليه برلين السابقه، اذا لم نتمكن الحقيقه من 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 خلق اليه للتفاوض، هذا اذا كان ما صارتش حرب. كويس، فسيكون المصير الاتفاق الجديد زي اتفاق الصخيرات للاسف. طيب اعود اليك دكتور عطيه لاختم معك، لو كان لديك اي اضافه في ختام هذه الحلقه. يبدو ان الملف معقد وايضا المعلومات شحيحه. يا هو الموضوع كده معقد جدا يعني، لان الاطراف الليبيه ما هيش متفاهمه يعني ببعضها. يعني لو كان في تفاهم اساسا نحن لا نحتاج الى طرف ثالث او الى المجتمع الدولي ليحل مشاكلنا مع بعضنا يعني. فهذه هي المشكله، والمشكله الاساسيه يعني الاساسيه هي عمليه انقسام المؤسسات. يعني لو كان في مصرف مركزي واحد، لو كان في حكومه واحده، لو كان في حتى سلطه تشريعيه واحده، حتى السلطه التشريعيه الان انقسمت يعني واصبحت مشكله في اجتماعاتها يعني. فهذه نحن نعاني من كثير من المشاكل، هذه المشاكل هي اللي ولدت هذه المشكلة النفط يعني، لأن كل واحد أصبح يتصور أو يعني يتصرف حسب ما يراه وحسب القوة متاعه. فهذه طبعا نحن يجب حتى يمكن نتجاوز عملية النفط، لازم نحلوها ما في شك يعني، لأن هناك غبن نشعر به في المناطق الشرقية بشكل عام، ولكن برضو لابد من حل المشكلة الأساسية اللي هي توحيد المؤسسات السيادية في الدولة الليبية. شكرا جزيلا لك أستاذ الاقتصاد الكلي بجامعة بنغازي دكتور عطية الفيتوري. أشكر أيضا الخبير الاقتصادي الأستاذ إدريس الشريف، كما أشكر دكتور محسن دريجة الخبير المالي الذي حدثني عبر سكايب من لندن. مشاهدينا بإذن نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الحدث. في ختام هذه الحلقة تقبل تحيات معدي أحمد سالم وتحياتي أحمد إجمالي.